Afraid all alone. They want her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. There's something came creeping. It told her, don't you worry, girl. Hello, everyone. I'm from the mother of the mountain of Alina. You know everything we've been dreaming of. Just tell me فين صاحبة الملجأ؟ أنا متفق معاها من كتير أوي ولغاية دلوقتي لسه مجتش. أنا متفق معاها المفروض من الساعة 5 ودلوقتي الساعة 6 وهي لسه لغاية دلوقتي مجتش. هعمل إيه طيب في الولد والبنت دول؟ أهلا وسهلا، اسفة جدا على التأخير، معلش كان ورايا شوية حاجات كتير جدا في الملجأ، انت عارف انا ببقى مشغولة جدا ازاي يعني، انا صاحبة ملجأ برضه. لا لا خلاص خلاص، مفيش مشكلة. ازاي حضرتك عامل ايه؟ كويس كويس الحمد لله. طيب ايه الموضوع بسرعة عشان انا مستعجلة. تعالي هنا بس. اهلا وسهلا. اهلا. انا واحد صاحب مستشفى يعني، والاطفال دي ابوهم وامهم اتوفوا في حادثة، وهم دلوقتي يعتبر فاقدين الذاكرة خالص، تقريبا مش عارفين غير بعض. طيب ملهمش اي حد ياخدهم ولا اي حد من اهلهم يعني؟ لا لا مفيش اي حد ياخدهم. متأكد ان محدش سأل عليهم مش كده؟ ايوه مفيش اي حد سأل عليهم، وبعدين دي لو حد سأل عليهم في المستقبل دي تبقى حاجة كويسة ليكي. بس كده هيرجعوا يعني لاهلهم وهتحصل مشاكل كتير جدا بالنسبه لي. يعني طبعا طبعا دي هتبقى حاجه كويسه جدا. طيب يلا يا اطفال اهلا وسهلا بيكم. ايوه اهلا، نورتوا الملجا. انتوا عارفين انتوا فين طبعا دلوقتي، انتوا هتكونوا في اجمل ملجا في حياتكم هتشوفوه. اتفضلوا معايا. بجد؟ عن اذنك عشان انا مشغوله جدا. تمام تمام. يلا يا ولد تعالي حبيبتي، عرفوني عن نفسكم فين. ماشي. اهلا وسهلا بيكم، منورين الملجأ بقى. قوليلي كده اسمكم ايه، عرفوني عنكم. يلا. حاضر، انا اسمي حلا. وانا اسمي محمد. اهلا وسهلا بيكم، منورين المكان. انا هنا هكون زي المدرسه بتاعتكم كده، وبحبكم جدا جدا جدا، وكمان تقدروا تعملوني زي مامتكم بالظبط، يعني انا هبقى بحبكم جدا بجد. ماشي يا ميس. لا 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 ما تقوليش يا ميس، انت بس من النهارده هتقولي انسه ياسمين بس كده. يلا دلوقتي عشان اديكوا اللبس بتاعكم تعالوا معايا. ماشي يلا. انا مش عارف، انا حاسس ان المكان ده مرعب شويه وشكله كئيب، انا خايف شويه. لا لا ده شكله حلو قوي، وكمان انسه ياسمين طيبة قوي وجميلة. اهلا وسهلا، اتأخرت عليكم ولا ايه؟ لا خالص. لا يا ميس انت جيت على طول، قصدي انسة ياسمين. اتفضلوا اللبس ده بتاعكم، ومش عايزاك تقولي يا ميس خالص، انا انسة ياسمين بس، دي اول حاجة. تاني حاجة يلا عشان ده لبس الملجأ، وتعالوا بقى عشان تتعرفوا على بقية الاطفال. ايه طيب. اوضة البنات هتلاقيها في الوش، اوضة الولاد الناحية التانية. ماشي 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 يا انسة ياسمين. الحقوا يا جماعة، أنا سمعت من امبارح كده إن أخبار إن تقريبا في ولد وبنت هيجولنا النهاردة تقريبا يعني. أيوة، وأنسة ياسمين زي ما أنتوا شفتوا إنها نزلت من بدري كده شوية وما رجعتش تاني، مع إنها خدت معاها مي. أنا مش عارف مي راحت فين دلوقتي، بس هي كده كده خدت مي ومشي. أيوة أيوة أكيد وصلتها لبيتها يعني، هتكون ودتها. ها ما أنت عارف أنسة ياسمين بتودي اللي بيجي يدور إن هو يمشي، بتوديه لبيته الجديد والاهل الجديده يعني، والاهل الجداد. ايوه فعلا يا عمر. بس يعني ما انا قلت لكم ان ممكن تكون مثلا راحت يعني تجيب ولد وبنت جداد، انا مش عارف بصراحه يعني الموضوع بالظبط. انا مش عارفه هو ولدين ولا بنتين بصراحه، حد عارف؟ هي سمعت كمان مش انا بس يعني. طيب دلوقتي هنشوف يعني. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور.
صباح النور. كلكم صحيين يعني دلوقتي؟ المهم جايلكم بخبر حلو جدا يا اولادي. ايه هو؟ يعني يا نسا ياسمين، النهارده في ولد وبنت جداد جم للملجأ جديد، عايزاكم تعاملوهم معاملتكم الحلوه جدا زي ما متعودين بنعامل بعض دايما كلنا بحب وقوف، وان احنا عيله واحده. ليه يعني؟ عشان احنا كلنا بنحب بعض وبنعامل نفسنا كعيله. يلا تعالوا عشان تقابلوهم. ماشي يا انسه ياسمين. محمد وحلا تعالوا اطفال، عرفوا نفسكم عليه. انا حلا. وانا محمد. الولاد والبنت دول توأم انضموا لنا جديد، وزي ما قلت لكم هنعملهم بكل الحب اللي في اسرتنا. طلعوا بنت ولد. اهلا وسهلا بيكم. اهلا، اكيد هتكونوا فرحانين بانضمامكم للعيله بتاعتنا. ايوه طبعا. ايوه انا حاسس ان انا فرحان شويه يعني. وانا مع الوقت هتحبونا جدا وهتتعودوا علينا، واحنا كمان بقينا بنحبكم جدا من النهارده من اول ما دخلتوا. طيب شكرا قوي يا انسه ياسمين. يلا يا اولاد جهزوا نفسكم كلكم بقى عشان العشاء قرب، عشان الغدا قرب. حاضر يا انسه ياسمين. يا انسه ياسمين. حاضر حاضر. حاضر يا انسه ياسمين. اكيد حد منهم بيتصل دلوقتي، هرد عشان اشوف مين اللي مين اللي هيكون الضحيه اللي جايه، وعايزين مواصفاته ايه بالظبط. الو الو الو. اهلا وسهلا، انا موجوده اهو. اهلا وسهلا. انا مكلمك عشان نبلغك ان الضحيه اللي جايه فاضل لها اسبوع. اكيد اكيد، ما تقلقوش خالص، انا فاكره مفيش اي حاجه ما تقلقكم، بس انا كنت عايزه اعرف ايه المواصفات بتاعه الضحيه المره دي، وعايزينها تكون في سن قد ايه، جوده اللحمه قد ايه. بما ان اخر مره كانت جوده اللحم ممتازه جدا، فاحنا المره دي قابلين ان اللحمه تكون جودتها متوسطه. حاضر، هحاول بقى اقصى ما يمكن ان انا اشوف اكتر واحد يكون جودته متوسطه. حاضر، حاجة تانية يا زعيم؟ لا لا كده كفاية. السلام. صباح الخير يا اولاد، عندي النهارده خبر هيعجبكم كلكم، وخبر انتوا دايما بتستنوه ودايما بتكونوا متحمسين قوي كل ما اجي عشان اجهزكم للخبر ده. مين يتوقع ايه هو الخبر؟ انا مش عارفه بصراحه. اكيد حد فينا هيمشي صح، حد فينا هيروح لعيلته الجديده، مش كده؟ انا متحمس قوي عشان اشوف عيلتي الجديده. لو انا وانا كمان انسه وام زيك وابا طيبه قوي. يا حبيبتي انت اكيد طيبه وجميله قوي زيي بالظبط ويمكن احسن. المهم فعلا في حد منكم هيروح لعيله جديده، وطبعا انتوا عارفين احنا بنكرر ده من خلال ايه، احنا بنعمل امتحان صغير كده وانتوا بس، واللي بينجح فيه زي ما انتوا عارفين بيكون مستويات، وبناخد على حسب المستوى مين اللي هيطلع المره دي. استعدوا بقى عشان الامتحان قرب جدا، متفقين؟ ماشي ماشي ماشي. انا مش قادر يا ترى مين اللي هيروح المره دي، انا متحمس عشان اعرف. وانا كده كده اي حد بيخرج مننا وبيروح للعيله الجديده بيبقى تحفه فيها. ايوه بكل حاجه ممتعه قوي. والامتحان ده عباره عن ايه؟ عشان ده احنا اول مره يعني ايوه نيجي كده نشوف اختبار زي ده، يعني ايه اللي بيحصل في الاختبار؟ بصوا ما تقلقوش خالص، هو الاختبار بيكون حلو جدا وكمان ممتع. انسه ياسمين بتظبط المكان علشان نعمل اختبار صغير كده، في بيكون زي امتحان كده في ورق وكده يعني. ايوه سهل يعني، وعلى حسب قوتك العقليه بترتب على حسب مستويات، وهي بتشوف بقى هتعمل ايه في مستوى. على حسب اللي هيكسب يعني، اللي هيكسب هو اللي هيعمل صح هو اللي هيمشي. يعني هو مش احنا اللي بنختار مين اللي هيطلع ولا حد بيختارنا، فاهم؟ ايوه. يلا يا اولاد المكان جاهز وجاهزوا، اعتقد كده جاهزين للامتحان والاختبار، يلا تعالوا علشان تشوف. ايوه ايوه يا نسا ياسمين احنا جاهزين تقريبا.
يا لهوي ايه كل الورق ده؟ وايه الكمية الرهيبة دي؟ احنا المفروض نجاوب على كل الأسئلة دي. يا لهوي ده كتير اوي. زي ما انتوا شايفين قدامكم الورق، طبعا انتوا كلكم متعودين ما عدا حلا ومحمد، الورق اللي قدامكم ده فيه شوية أسئلة، كل ورقة فيها 3 أسئلة، بتحلوا كل اللي انتوا تقدروا عليه واللي مش بتقدروا عليه بتسيبوه فاضي، وكده كده بنقيمكم حسب قواكم العقلية. اتفضلوا ابدأوا، الامتحان هيخلصها بعد نص ساعة. طيب لازم اركز، لازم احل اكبر قدر ممكن احله. انا عايزه امشي بقى، فلازم اعمل بسرعه. نص ساعه، نص ساعه بس، ده مش هيكفي. انا بحب المكان هنا جدا بس نفسي في عيله جديده عشان اعملهم طيب جدا غير عيلتي اللي رمتني هنا. ورق كتير قوي، انت تقريبا كده مش هكفي اعملهم كلهم. وانا كمان يا جماعه، الانسه ياسمين دلوقتي جايه ومعاها الورقه اللي فيها مستوياتنا. ايوه فعلا، انا عايزه اشوف مين اللي هيكسب بقى وكده. ايوه انا عايز اشوف كمان النتيجه، ايه مين اللي نجح. انا خايفه قوي. اهلا وسهلا يا اطفال، انا مبسوطه منكم جدا. حاولت اجاوب على كل الاسئله اللي انا اقدر اجاوب عليها. هيا انا شايف مين اللي كسب. عايزه اقول لكم ان كلكم مفيش اي حد فيكم في المستوى الواطي، دي اهم حاجه. ايوه مين بقى اللي نجح انسه؟ نصكم في المستوى العالي والنص التاني في المستوى المتوسط. ايوه يعني مين اللي هيمشي؟ ايوه المره دي احنا هناخد حد من المستوى المتوسط، واللي طلعت معانا هي هتكون نورا. ياي نتمنى كلنا نورا عيله جديده سعيده جدا يا نورا، واستعدي عشان انت هتمشي النهارده بالليل. مبروك يا نورا. انا ام زيك بالظبط يا حبيبه قلبي. انت وحشتيني قوي يا نورا. ايوه فعلا وانت وحشتيني قوي. وانا كمان وحشتك قوي يا نورا. نورا ما تنسيش. ماشي يلا يا نورا، اعتقد ان انت المفروض دلوقتي جاهزه عشان نروح صح. يلا تعالي بينا. يلا بينا. سلام يا نورا. سلام يا نورا. سلام. سلام انا بحبك قوي. وانا كمان. ومش اللعبه اللي هناك ديت لعبه نورا اللي هي كانت ماسكاها؟ ايوه هي دي اللعبة اللي كانت ماسكاها. دي نسيتها. مع انها كانت بتحبها قوي، ما كانتش بتسيبها تقريبا. ممكن تكون، طب انت تتخيل ممكن تكون بعدت من هنا؟ لا انا متهيألي هي لسه ماشية، احنا ممكن نديها اللعبة. طيب تعال نروح بسرعة نديها اللعبة. بس المشكلة هنا ان انت عارفة وانا عارف ان احنا ما ينفعش نطلع من البيت. بس احنا رايحين نودي اللعبة لنورا، يعني مش نبعد قوي. ايوه هنرجع على طول، عندك حق. طيب يلا احنا نندح على نورا ونروح على طول. ايوه عندك حق. طب يلا انا همشي من هنا وانتي مش من هنا. ماشي. نورا 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 نورا. ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ حالة ايه ده؟ هو ايه اللي حصل لنورة؟ انا ما اعرفش. اسكتي تعالي، في حد جاي. ايوه يس. قولينا بس اللي متفقين عليه. المواضيع ان الجودة هتبقى ايه؟ مكتوب ان هي تكون متوسطة. ايوه فعلا هو مكتوب كده. طيب ماشي فين بس عشان عايزين نمشي. اهلا بيكم، اعتذر جدا عن التأخر بتاعي، بس انتوا عارفين يعني ان انا ببقى لازم اخد بالي في اطفال خدوا بالهم مني ولا لا، اكيد فاهمين الموضوع ده صح؟ ايه ده هي بتعمل ايه؟ هي ليه واقفه معاهم؟ انا مش عارف، بس الواضح كده زي ما هو واضح ان احنا مجرد بضاعه. لا ايه ده مستحيل نرجع للمكان ده تاني. ايوه لازم احنا نهرب احنا الاتنين بس. لا طبعا مش هسيب بقيه الاطفال اللي هناك.
كلهم عندهم امل ان هي طيبة، بس هو واضح ان هي عكس كده. سمعت الصوت ده؟ اوه تعال نشوف هناك في ايه. نشوف. اوه ده مفيش حاجة، دي بس اللعبة. في حاجة ولا؟ لا 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 مفيش حاجة ولا لعبة. اللعبة دي خدتها من نورة وحطتها على باب الملجأ فوق. ازاي نزلت هنا؟ ازاي نزلت هنا؟ في حاجة يا أنسة ياسمين؟ لا 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 أنا كنت بس يعني أصل اللعبة دي كانت الأطفال بيلعبوا بيها أكيد الصبح. عادي يعني هرجعها أنا هرجعها. ماشي. تعالي بقى أنا عرفت إحنا هنعمل إيه دلوقتي. أنا مش عايزة أسيب الباقي. لا تعالي بس مش مشكلة. طيب. هنرجع لهم تاني. متأكد؟ ايوه هنبقى نرجع لهم تاني. عايز واحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مفيش تعالي ورايا انا عايز هعمل ايه. طيب والله على يمشي كده ولا ازاي مين اللي خد باله من اللعبه دي ونزلها تحت؟ مين اللي عمل كده؟ انا مش عارفه. وبعدين ازاي اللعبه دي تيجي تحت؟ مين في يوم مختفي؟ احسن حاجه ان انا اشوف الكاميرات بسرعه. هي الكاميرات هتعرفني مين بالظبط؟ ايوه اهي نرجعها كده شويه ونشوف. يا لهوي انا عرفت مين. مش معقوله حلا ومحمد اكتر اتنين كنت مش متوقعه منهم اي حاجه من دي. هم دول اللي عملوا كده. معقوله هم دول اللي عملوا كده. انا لازم اشوف حل الموضوع ده قبل ما يجي الصبح عشان هما ما رجعوش البيت. هما مشوا على بره على طول. حلو محمد لهيد دلوقتي ما رجعوش. افتكروا حصل لهم ايه؟ انا خايفه قوي عليهم. اخر حاجه كانوا واقفين في البلكونه يا جماعه. اهدوا يمكن هما لسه بره. بس يعني قول لنا يا عمر انت كنت من شويه بره شفتهم عند البلكونه ولا حاجه؟ لا انا ما شفتهمش عند البلكونه. معقوله هيكونوا راحوا فين يعني؟ كانش في حد عند البلكونه اصلا. معقوله يعني هيبعدوا عن المكان؟ ممنوع. انت هبله ولا ايه؟ انت كده عايزاهم يكسروا القواعد؟ مستحيل حد من هنا يكسر القواعد. هم ما يفهموش حاجه هم لسه جايين يعني. ايوه اهدى ياسمين جاي. ايوه خلاص كله يسكت بسرعه عشان هي ممكن تيجي وتبهدلنا. اهلا يا اولادي ايه اللي مصحيكم لغايه دلوقتي يا ترى؟ اصلي عندي خبر حلو جدا جدا ليكو. ايه هو؟ ايه هو انسة ياسمين؟ خبر ايه يا انسة ياسمين؟ انا لسه عاوز بسرعه. نورهان راحت لعيله حلوه ولا ايه؟ غير عيله نورهان طبعا في حاجه احلى بكتير هتعجبكم هتكون ليكو انتوا. طب قولي لنا بسرعه يا انسة ياسمين. حبيبي احنا ازاي يعني؟ لينا احنا طيب؟ ايوه احنا كلكم هتتنقلوا الملجأ تاني مؤقتا يعتبر وهترجعوا هنا تاني. ايه؟ ايه ليه كده يا انسة ياسمين؟ بس يا انسة ياسمين احنا بنحبك انت احنا مش عايزين نمشي. ايوه فعلا عنده حق. طب انسة ياسمين في سؤال قبل ما نمشي. اتفضل. فين حلا ومحمد؟ شفتيهم؟ ايوه صح هكون عمالين نسال عليهم ومش لاقيينهم. ما تقلقوش الموضوع ده ما يقلقش خالص. حلا ومحمد كمان راحوا للملجأ التاني انتوا هتروحوا هناك وهتلاقوهم. بجد؟ لا بس هما معهوش. يلا اجهزوا كلكم عشان هتروحوا. خمس دقايق واجي الاقيكم بهدل كله. بس يا انسة بس احنا بنحبك انت. ايوه ما اصل هي عايزه تمشينا. لا قوي مش عارفه. خلاص اجهزوا انا خايفه قوي. انا كنت حلوه علينا. ايوه هو ده بنت انسة ياسمين. هو ده متاكدين؟ ايوه هو حتى صوته كده. خبطوا عليها. طيب يلا خبط يا استاذ. اكيد هما لازم اركز لان اكيد انا مشيت كل الاطفال من هنا دلوقتي. كنت متاكده ان هما هيبلغوا البوليس. ايوه مين؟ انا جايه. هو انا جايه. اهلا وسهلا. في مشكله ولا ايه؟
في مشاكل مش مشكلة واحدة. هي دي يا أولاد؟ أيوة هي. انت مطلوب القبض عليكي. مطلوب القبض عليا؟ بصفتي ايه؟ وبتهمة ايه اصلا؟ انت بتاخدي اطفال وتبيعيهم صح؟ اطفال ايه حضرتك؟ اطفال ايه؟ انت بتكذبي؟ يعني حضرتك مش عارفة الطفلين دول؟ لا لا. امال ايه؟ عارفين اسمك؟ انت اسمك؟ انا اسمي ياسمين. بطلي بقى كذب. هي دي أنسة ياسمين. ايوه هي دي أنسة ياسمين. اللي انت بتقوله ده حضرتك فتحي يا ملجا صح؟ ايوه صح. ولا ايه؟ ولا تكذبي كمان؟ مفيش الكلام اللي انت بتقوله ده خالص. وتقدري تتفضلي تدخلي تفتشي البيت. ما تخلصيناها يا ست انت. حتى ايه اللي ملبسها كده؟ اتفضلي اتفضلي شوفي البيت. فكره حلوه جدا دي. تدخلي تفتشي البيت. هنفتش كل البيت عشان نشوف واحد. اعترفي احسن قبل ما نلاقي حاجه. لا انا متاكده من كلامي. مفيش اي حاجه في البيت. متأكدة. وانا اصلا مش صاحبه ملجا. انا مجرد انسانة عادية عايشة في البيت ده. اعترفي احسن. تعالوا نشوف البيت. يلا بسم الله. اهلا يا دكتور. حضرتك اتاخرت شوية بس مش مشكلة. اهم حاجة اتفقنا خلاص ولا ايه؟ ما تقلقش فلوسك كلها هتبقى عندك. 890,000 جنيه في ايدك. بس تعالى بس قول من الاطفال زي ما انا قلت لك بالظبط. ماشي. بصوا حتى جاري جه اهو. فيا جدعان انا سمعت صوت البوليس هنا وفي زعيق. وهو في ايه بالظبط يعني؟ مش اطفال هنا. اطمن يعني. حضرتك جارها؟ ايوه. يبقى حضرتك عارف ان ده كان ملجأ مش كده؟ وكان في اطفال هنا كتير. ده مفيش الكلام ده. يا ناس ياسمين بقالها 15 سنة عايشة هنا. دي بقالها هنا 15 سنة عايشة معانا وجارتنا يعني وطيبة جدا وسمعتها كويسة. اهو شفتوا بقى. تمام. اسفين جدا على الازعاج. واضح ان الولدين دول ناسيين او دماغهم فيها حاجة. احنا اسفين قوي على الازعاج. مش قدام. لا لا دي مستحيل. دي هي. انتوا تعالوا معانا لازم تدخلوا المستشفى مصحة عقلية حالا. تعالوا. لا فوزي بيه. احنا اسفين قوي. لا اله الا الله. 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 يخرب بيت امك.